بالخير مسيناكم وبالورد رشيناكم وعلى قناة الشروق وعلى الفرح جمعناكم وإن شاء الله تفوتوا معنا وقت زوين معنا ومعاكم. دارنا كبيرة مفتوحة البيبان وكل باب يدي لصرايا فيها جنان. الضيف مول الدار عندنا مش من اليوم أم من قديم الزمان، جوزوا قربوا عندنا نورتوا تلمسان. في الجزء الأول من الحلقة المخصصة لعرس مدينة تلمسان من برنامج زوجوني، فريق عملنا اجتمع ورسم خطة عمل. اتعرفنا على عريسنا عيسى وعلى حياته وأحلامه. اسم عيسى شكون؟ عيسى العيدون. عيسى العيدوني. الله يبارك. من جهة خلاف تعرفنا على عروستنا الحلقة اليوم. مونة اللي على قد حشمتها على قد طيبة قلبها. مونا من ولاية تيارس، في عمري 23 سنة. التحضيرات بدأت بالعادات والتقاليد تاع مدينة تلمسان. سي سا لي تخاديسيون، سي سا التقاليد تاعنا، مادامك أنت مازالك محافظة على التقاليد، حنايا كإيميسيون تيلي ولا كمواطنين ولا كناس الكل، نحبوا نتعلقوا ديما بالإنسان هذا اللي راهو مازال محافظ على التقاليد، أنك رمز. رمز اللي مازال محافظ على هذه الحوايج كامله. اوكي، هذا هو الهدف تاعنا. احنا ماذا بينا غير ان شاء الله نفرحوكم ونفرحوا هذه العرسان، وهذيك هي فرحه، الفرحه مش فرحي بسكو هذه خدمتي انا، هذيك الخدمه ديالي هي تفرحي العروسه. مادام واش هذا كلاصاج درك؟ وي راني نعمل الكلاصاج تاع الكامبوغزيل، كما اللي قلت لك هاو راني كملته، وبقالي درو نعمل له غير لافينيسيون، نعمل له الكلاصاج. هذه شحال تكون نعملو غير سوكر كلاص باش نجم تاكلو. اي بتيت رمارك، على بالي المهم اللي راهم يشوفوا فينا على بالي راح يديرها. علاه صغير؟ من الحلوى وقصد محلات مارلين باش نختاروا لغوب دو مارياج تاع عروستنا. باش انا نقول لهم توجو اجو كريو ا لافونس، كي يكونوا عارفين لا دات تاع العرس تاعكم فوني فير لا ريزرفاسيون باش يبقاو يخلصوا بشويه بشويه. مي حنا اون في بور تو الموند، نعملوا دي لي روب يبداو دو 5000 دينار جوسكا 1500. اقصدنا فيصل باش نختاروا العود تاع مولانا السلطان. لبسه تاع الملك، لبسه تاع جلابه قديمه شويه باش ما يبانش. ما كانش ما عندوش اوصاف تاع الملك. ما كانش اوصاف الملك، الشباب اللي مالك باش باغي يشوف باغي يخطب. باغي يخطب. ما بينش راسه. وما لازم يبين روحه باللي مالك. ما بينش راسه باللي مالك. كي جا يشوف شاف طراح عجبه. طراح. ما شاء الله. ها وجات البنت، بنت على 10، كي شافها عجباتها طويله وزهره وعينيها زرقين. وهذه ربي كتب المكتوب، كي زوجها قال لهم باغي ندير، كي باغي يدير العرس قال لهم باغي ندير حاجه تبقى في التاريخ. التاريخ. حاجه تسمى يبقاو جيل على جيل يبقى يورث فيها. يحكي على هذا على العرس هذا. هي قال لهم واش ندير المستشار تاعها، قال لها عندنا العود شباب ابيض، قال لها نركب نديروا العود ونديروا عرس كبير. العرس كانت على قدم وساق، ونجم الكوميديا سليم قالك كان يرافقنا في كل خطوة نمشوها، لأنه كما يقولوا البلاد بناسها، وبما أنه ولد مدينة تلمسان عرفنا على حاجات بزاف فيها. حاجات كثيرة عملناها في اليوم الثاني تاع العرس، الصبحنا وبكرنا وما خلينا خضار وما خلينا جزار، وختمناها بالصبيغه تاع الدار ولاشوم براكوشي تاع عريسنا اللي نقولوا له بالصحه والهنا وبالبركه عليك.
شافوا قيلونا. يومنا كملت لمتنا بالفرحة اللي جمعتنا وربطنا العريس الحنة اللي نتمناه له حياة جميلة وبها إن شاء الله يتهنى. يوم العرس على الصباح بكرنا لأنه اليوم راح يكون يوم كبير في حياة عرسنا. هذا اليوم اللي استناه من زمان والتحضيرات كما راكم تشوفوا ما زالها ماشية. عروستنا تبان في أبهى حلة وكي سلطانة في ليلة عرسها. من جهة خلاف عريسنا عيسى راهم داير حالة ولازم يكون سلطان في ليلة عرسه اللي تمناها من زمان. اليوم راهو يوم الخميس والناس جات تهني وتفرح مع عيسى العريس. جاو الاحباب والاخوان والعموم القريب منهم والبعيد وعلى وليمة عرسنا تلموا الخير كاين والبنة مضمونة باشهى الاطباق التقليدية الخاصة باعراس مدينة تلمسان. الاحباب جات تهني وعيسى راهو فرحان وسط ناسه واحبابه. من راهو من مكان لمكان وهاد المرة راهو دخل الكوزينة باش يتوقف على واش خاص واش ما كانش واش طيبونا لنهار اليوم. في ليلة كل عرس لازم يكون الديكور شباب. احنا ديكورنا حبيناه يكون مثل قصر السلاطين في عصر ألف ليلة وليلة. ما قصرش وراهو من الصباح وهو يوجد في الترتيبات اللازمة باش يعدي عرسنا كيما يحب الخاطر وكتر. السلام عليكم، انا عمر خوجه جاب لا سونوريزاسيون تاعو راه سخون. سبيكتاكل اليوم عرس
ماني بعد اهبات يا عمر. بالعرسنا بالورد الاحمر زيناها وبالدبله شبحناها، ياك يقولوا الاحمر يطول في العمر، وحنا ماذا بينا ربي يطولهم في عمرهم باش نشوفوا ولادهم ونشوفوا ولاد ولادهم. راهم واجدين باش يروحوا يجيبوا عروستنا وعريسنا ذاك الزين، شديناها الطريق طويله والطريق كما قلت لكم طويله، والله يسعد كل واحد فيكم في هذه الليله. Thank you.
وباها خرجت، اللي تعب عليها حتى كبرت، والدار رجلها مشات قصدت، والحباب معاها وعليها زغرتت. شوفوا عروستنا راهي مع النقافة اللي راهي داينة بالها عليها من بداية العرس حتى لهذه اللحظة. Thank you.
تعرف سنا راهو ساير والكل على بالي راهو يسقسي على العريش تاعنا عيسى وين راح. نقول له اي عيسى راه راح الحال وعروستك قريب تلحق لدارها وانت مازالك الدور. اي اي زرب بالخف بالخف ما بقاناش الوقت. فريق عملنا مع الكورتاج تاع العروسة وكلفنا فريق تاني يرافق العريس ويشوف يدرى وين راه واصل واش راه عامل. عيسى ما لقيناهش وحده، لقيناه وسط حبابه وهلو اللي راهم دايرين بالهم عليه والفرحة باينة على وجوههم. عروسنا وصلت ولقات الناس تستنى فيها بالبوق والبندير والبنات تدور عليها والحباب بها فرحت. عادة من عادات ناس تلمسان انه البنات يشدوا الشدة والباس تلمساني يشدوا به العروسة ويدوروا عليها فرحانين. عقبالكم البنات واللي تسمع تقول امين. We'll be right back.
هلال علينا طليتي يا الشابة الزينة بالحرير التكسيتي، وبحلاوة حبات التمر في الباب استنيناك، وبكاس الحليب منه شربناك، وبرجلك اليمنى اللي عند ناسك وحبابك دخلناك. مبروك عليك ما درتي والعريس سدر جلديتي. سلام على رسول الله، الله معاك الجهل علي. عطونا تلويلة على العروسة، تلويلة. الله الله عليكم. ايه وصلى وسلم عليك رسول الله ولي الله لينا مولاي، ولي الله لينا سيدي. الله صل على النبي. الله الله على العروسة. ايه وصلى وسلم عليك رسول الله لله يا نبينا لينا مولاي، ولله لله يا سيدي. اي اعطونا تهلوين على العروسة، تهلوين. الله الله عليكم. وسل عني ونسل عني غير محبة في الله لله يا نبينا لله مولاي، ولله لله يا سيدي. الله صل على النبي. الله الله على قرب الصالحين، بارك الله عليكم. وسل عني ونسل عني غير محبة في الله لله يا نبينا لله مولاي، ولله لله يا سيدي. سيدنا تلوينا على العروسة، تلوينا. تبارك الله عليكم. ايه وصلى وسلم عليك رسول الله لله يا نبي. وهذه عادة جديدة من عادات ناس لمسان، انه العروسة تحت الحايك يزينوها، والعروسة التلمسانية تلبس الأحمر في ليلة عرسها بالجهر الحر والشدة، وهذا اللباس لباس معترف به دوليا. عيسى هو تاني مثل السلطان، واليوم اللي حلم بيه واستناه راهو جا. ناس المدينة كاملين معاه زاهيين وفرحانين، اصحابه جيرانه جاو باش يباركولو وداروا حالة بالشطيح. انا واحد من الناس شطحت بصح حد ما شافني. راني حبيت وش نقولكم، هذا العرس سخفني، وقيل الحلقة الجاية نديروها. Oh,
لباس الشدة الخاص بالعروسة المسانية الأكثر فخامة ما بين الأزياء التقليدية بالجزائر، كونه يتألف من مجموعة كبيرة من مستلزمات اللباس والحلي، والقيمة الفنية والجمالية والتاريخية صنفته منظمة اليونسكو ضمن التراث الإنساني المشترك. وكاين حكايات بزاف على التسمية تاعو بالشدة، كاين اللي يقول انه الجوهر تاعو والفضة تخليه يلمع من بعيد عليها سموه الشدة، ولكن اكدونا بعض الناس انه السبب الحقيقي لهذه التسمية هي انه الخيوط تاعو والمجوهرة تاعو مشدودة مليح ومتماسكة مع بعضها بقوة وشدة عليها سموه الشدة. ولكن جداتي وش قالت لي ناس زمان قالوا اساس هذه التسمية بالشدة هو الصبر ديال العروسة ليلة عرسها وتحملها لهذا اللباس اللي يوزن اكثر من 15 كيلو. يعني والله يعطيك الصبر يا منى، يعني درك باش تشوفوا يعني شحال العرايس المسانيات يعانيوا لانه الثقل تاع هذا اللباس، وايضا الثقل يعني والمسؤوليه الكبيره باش نبقاو نحافظوا على هذا الموروث الثقافي تاع بلادنا. والقاضو سيرتنا ما زالت متواصلة وكل شيء باش يكون في وقته، ومن الكوزينة ماناش خارجين. لا لابيونس مونتي تاعنا راهي واجدة. عرسنا راهو وصل، ومسعود تاني راهو وصل بسرجو المذهب بالخيوط من سوج، العود اللي ركبوا عليه الجدود، واليوم يركب عليه عيسى ويضرب من فوق البارود. لابس برنوس، هذا البرنوس المنسوج بالصوف، عادة من عادات الجدود وبلادنا الغالية، البرنوس اللي يرمز للرجولة والفحولة والرزانة، اليوم لبسوا عريسنا عيسى بالبركة والصحة عليه.
اللي من زمان وانت تستناها راهي جات، كملت مع البنت اللي قلبك يتمناها وخيرتها ما بين البنات. الله يدوم الفرحة عليها وعليكم زغرتوا يا البنات. العرس سافر بينا عبر الزمان، العصر هو ألف ليلة وليلة، والمكان هو مدينة تلمسان. حب أصل بكري باقي نوارة جلاف على النوارة نوارة جلاف على النوارة تشوم ولمسكة مع العمارة. بالبنسك البيض علينا طليتي ويدك بيده وتقولي له من اليوم انت مولى بيتي، وهو يقول لك على السلامة جيتي يا للا العروسة، معايا رح يتحقق كل ما حلمتي وش نويتي. بسم الله بدين وعلى نبينا صلينا ومبروك بني السلطان. عادة مدينة تلمسان مازالها متواصلة وعرسهم كأنه مهرجان حاجة ورا حاجة، يعني وكيما شفنا النقافة دركا رانا مع العمارية، العمارية اللي تهز العريس والعروسة فوق الكتاف مثل الملوك، ومن الفوق العالي يحيوا المعارض والحباب. وعريس الليل والصلاة والسلام وعلى النبي المختار سيدنا محمد وربحيه ورسمه مالي ولله لله علاك العالي والعروسة جيا شمالي والعزيز عندهم يمتو غالي طلبوا ربي يكمل عليهم واعطوا ونتو الويل يا
يا لبنات هيا اعطونا تصفيقة حرة على مولاي السلطان ولالا العروسة. تبارك الله عليكم، زيدونا تلويلة على مولاي السلطان عيسى ولالا العروسة، وكل شيء بالبركة عليهم العقوبة اللي مازال ان شاء الله. ألا لا شيلة دار نبي، ألا لا شيلة دار نبي، ولا لا شيلة دار نبي، ولا لا مولاي عبد الله شريف. اللهم صل على النبي. الله الله عليكم يا لا لا شيلة دار نبي، ولا لا شيء لا دار نبي، ولا لا شيء لا دار نبي، ولا لا مولاي عبد الله شريف. اللهم صل على النبي. الله الله على مولاي السلطان ولا العروسة. عطونا الاولاول عليهم الاولاول. يا لا لا ونصور قبر النبي، ولا لا مولاي محمد شريف، ولا لا ونصور قبر النبي، ولا لا مولاي محمد شريف. ولا وه ولا وه ولا وه يا لا لا شي لا دار نبي، ولا لا شي لا دار نبي، ولا لا شي لا دار نبي، ولا لا مولاي عبد الله شريف. اللهم صل على النبي. ايه والعلاوي دار قفه خضراء، لا 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 وعيطوا شله سيد عمار. ناري ناري. العلاوي دار قفه خضراء، لا 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 وعيطوا شله سيد عمار. العلاوي دار قفه خضراء، لا 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 وعيد شله سيد عمار. هيا اعطونا تصفيق على مولاي السلطان. شو الموت شو الموت. العلاوي دار قفه خضراء، لا 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 وعيد شله سيد عمار. اعطونا تلويلة على عيسى والعروسة تلويلة. ايه لا لا وعيد شله سيد عمار، لا لا وعيد شله سيد عمار. ايه لا لا وعيد شله سيد عمار. ايه والنبالة والنبالة اللي ما صلى على النبي ما يقدر. العروسه اعطونا تصفيقه شابه على عيسى والعروسه. تولمون تولمون تولمون. اعطونا تولويله على الاماريه تولويله. الله الله عليكم. نهدي سيلفي من راسي، يا ونهدي سيلفي من راسي، نهدي سيلفي من راسي، يا ولا واه. ناري ناري. مولاي السلطان ولالا العروسة، عطونا الاولاول على الاماني. مولاي السلطان. خمسة وخمس سيرواشي، وربي كمل سيرواشي. عطونا الاولاول سيرواشي، انا وسيري العب ياها. ايوه ونار ياها وصير ياها، والعب ياها يا ونار ياها وصير ياها، والعب ياها يا ونار ياها وصير ياها يا ونار ياها. ولد عمي ولد عمي. هيا تولمون تولمون قاعد تغنوا معايا قاعد. ولد عمي ولد عمي، اوروني يا ولد عمي.
خويا عيسى ولد عمي ابوني سلطان ولد عمي لا العروسة بنت عمي شيب البركة بنت عمي ربي يكمل في الخير بنت عمي وناري ناري بنت عمي انا وسير ياها العب ياها ايوا وناري ياها وسير ياها والعب ياها يا وناري ياها وسير ياها والعب ياها يا وناري ياها ونبي بعد ما شفنا هذا العرض على بالي بلي الكل حاب يكون عرسه مثل هذا واكثر. انا واحد من الناس انني نخمم كما قلت لكم. الله الله الله
العلوية القطة خضراء لالا عروسنا ما زالت تتصدر والنقافة دايرة بالها عليها، وهذه المرة راها لبستها الخضر اللي ضواها وخرج عليها، وكما تشوفوا كل طبوع الموسيقية يعني راها حاضرة موجودة في هذا العرس، لأنه مهرجان ثقافي متنوع. يا مولانا وهذه عروسة جاية وشالية لالا، هذه عروسة جاية وشالية لالا، هذه عروسة جاية وشالية. حنتنا هذه المرة بليناها بالزهر، وحنينا يدينا عرساننا عيسى ومونة، ونتمناو لهم أطول العمر. ألا لولك جابوا الهدية العروسة يا تمر المجهول. سبحان الله 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 سبحان الله. ياك يقولوا كي تشبع الكرش تقول الراس غني، عرساننا يعني راهم دايرين حاله، وكما قلت لكم مقبيل الطبوع الموسيقيه المتنوعه راهي موجوده معانا، والمعاريد والحباب راهم زاهيين في عرس الغاليين. شدوا حبيبتي تبكي، يا نبت محروني يا نبت محروني ويا العروسة من جديد في آخر تصديرها ليها، حبت تكون النقافة قفطان مدان بالبيض والورد الأحمر، والتاج فوق الراس مرصع بالجوهر. القفطان الجزائري طلع لينا كل مرة بشكل جديد، يواكب الموضة، ولكن يبقى يحافظ على اللمسة التقليدية ديالو. وتبقوا أنتم يا البنات اللي لازم تحافظوا على هذه العادات والتقاليد تاعنا العريقة في كل مكان.
ولحقنا الاخر حاجه في عرسنا نهار اليوم واختمناها بالحلوه للناس الحلوه اللي طارطرهم بزاف وليقوا وكل راهم متواجدين. يلا سيدي خير واختار والبنه راها مضمونه. وانتم حاضرين من الذهب الغالي اللي ما يحول ما يزول مثل محبتكم لبعضكم اللي نتمناوها على مر الزمان الطول. عيسى ابو قالتك تقول هذا اليوم راكم في زوج والعالم الجاي راكم في ثلاثه. الله يدوم المحبه والذريه الصالحه. اونفا هذا العرس كان طويل 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 بزاف، تعبنا بزاف لدرجة كبيرة ما قدرش نوصفها لكم، ولكن لما نشوفوا هذه الفرحة في عيون الناس يعني ننسوا هذاك التعب، ننسوا كل شيء لأنه يعني قدرنا بعون الله وبعون الرجال أننا نكونوا أسرة جديدة في الحلال. يلا أنتوما واش
عجبكم روحكم اللي راكم قاعدين، يلا اتصلوا بينا وتواصلوا بينا ونقولوا لكم اذا حابين عرسكم يكون كما هذا ما عليكم غير تحطوا ثقه فينا، وحنا نقولوا لكم مع برنامج زوجوني عرسكم علينا.